قرار توقيف برنامج شي ان ان على الجديد توقفت عنده المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي اللي اعتبر بعضها أنه هالقرار أخذته الإدارة بسبب ظهور سلم زعترت على الام تي في، مع العلم أنه العديد من إعلاميي الجديد بيشاركوا ببرامج على محطات مختلفة. ولكن ببرنامج منا وجر الكلام اللي صدر عن سلام شكل بجزء منه إساءة للجديد بحسب إدارته. كنت ناطر سلام تأسأل السؤال له مباشرة إذا شي ان ان أخذ حقه. لا يعني لا أكيد لا لا, لا. وإنت أخذ حقه ولا نحن حتى أخذنا حقه. بس هو انا بمشكلتي ما كنت عم فكر لا مصاري وقتها ولا انه لا كان بدنا البرزنتيشن تكون صحيحه. انت شأنان اول ما قررت تعمله ب 2009 كان بدك تعمله بهيدي الصوره ولا كان عندك غير تفكير؟ كان عندي شوي قصص غير يعني، بس ما كان في بادجت، ما كان في مصاري. نعم. واصلا يعني كنت بيع الشغله لاقنع، كنت دائما بيعهم الشغله يعني. ما حدا كان عارف شو، غير يمكن مدير المحطه كان بيحضر هيك برامج، بس ما حدا عارف يعني، حتى بتخيط ما كانوا عم يفهموا انه شو هيدا. اليوم وقت قلت لهم بدي اوقف البرنامج فهموا هالشيء ولا بعد؟ على اني ما بدهم اياني اوقف اكيد. نعم. بس انت ليه بدك توقف؟ لانه صرنا 3 سنين على نفس الشيء وكل مره لورا اكثر. شو لورا؟ البرنامج مش لقدام. لا لا الوضع، لا الوضع يعني احنا وضعنا رجع لورا، وبنفس الوقت المحطه كمان بطل لورا. ايه لو كله باكج هول باكج، لانه بهالفتره الجديد عملوا بادجت كات داون شي 35%، فكنا اوريدي كنا نحن شي 5 يعني صرنا 2. باسم يوسف رح نشوفك عم بتحاوروا بالايو بي، وليش عم بتحاوروا بالايو بي؟ ليه ما بتحاوروا ببرنامجك على الجديد؟ ليه بده يطلع على الجديد؟ انا عم بحميه يعني. سلام انت شو بعد جاي طالع على الجديد؟ بسأل حالي كل يوم هذا السؤال. سلام ما نفي حصول الإساءة وقدم اعتذاره وأكد أنه ما كان بيقصد أي ضرر. بالمقابل إدارة الجديد عبرت عن سيئة كون الزعتر يتكلم على الجديد كأنه غريب عنه. ورداً على أسئلة الصحافة عن البرنامج اللي رح ينعرض محل شي ان ان، قالت الإدارة أنه له علاقة بمتابعة الانتخابات البلدية، مع تأكيده أنه شي ان ان وشخصيته ملك للجديد. وبعد ما هديت الأمور شو تبلغ سلام وفريق عمل البرنامج؟ إذن اللي شفناه هو اللي أنا شخصياً بهمني وضحه، أنه مش مزبوط أنه سلام الزعتري وقفوه بالجديد أو وقفوا برنامج شي ان ان لأنه طلع على الام تي في، لأنه شفنا كل الزملاء تقريباً بقناة الجديد مرقوا بكل البرامج تقريباً بالام تي في، علماً أنه الام تي في تحديداً والال بي سي ايضا بيمنعوا اي موظف عندهم او اي وجه اعلامي عندهم انه يظهر على قناه اخرى وتحديدا قناه الجديد. يعني رغم هذا الموضوع الجديد كانت فاتحه هذا الموضوع لكل الموظفين اللي عندها انه يطلعوا باي برنامج بيدعيوا عليه على اي محطه. يعني مش مزبوط انه السبب لانه طلع على الام تي في، لانه شفنا تقريبا 3 ارباع قناه الجديد طالعه ببرامج على الام تي في. السبب الأول في برنامج متخصص لشؤون البلدية والانتخابات البلدية رح ينعرض، نحط توقيته يمكن بتوقيت برنامج شي ان ان، وسائبت كمان انه سلام طلع بهذا الشكل اللي حكي فيه. انا شخصيا ما فهمت ليه سلام عبر بهذا الشكل، خصوصا على شاشة اليوم. يعني بتصور ما كانت المكان المناسب انه يقول الكلام يلي قاله، لانه هو كان مفروض يعرف سلفا مدى الحساسية ومدى الإساءة اللي ممكن يسببها لشاشة الجديد بهيدا الكلام لزملاء ببرنامج منا وجر، كانوا كمان عم بيشاركوه وحمسوه كمان على يعني انه يعني يشجعوه أكثر انه يطلع يلي بداخله. فهيدا الموضوع انا ما قدرت افهمه. هلا البعض بيقول انه سلام حابب يروح على الام تي في او جي عرض من الام تي في، فيك تروح على الام تي في بدون ما تسيء للجديد، هيك نحن عملنا ويمكن غيرنا عمل. بتصور سلام هيدي كانت يعني خلينا نقول تنقول سقطه، نقول ثغره معينه، انت رجعت عنا والرجوع عن الخطا فضيله، بس نحن وضحنا هيدا الشيء لما نترك للاقلام انها تكتب على راحتها وتروح بخيالها. سلام الزعتري ما في أي مشكل شخصي مع إدارة الجديد، برنامج شي ان ان
اللي عرفته هو ملك الجديد، حتى الشخصيات هي ملك الجديد، يعني كان فيها الجديد تكمل بالبرنامج بشكل عادي لو بدها تكمل فيه، ولكن لأنه عندها برنامج متخصص بالانتخابات البلدية. كمان بعرف أنه سلام على تواصل مع إدارة الجديد وفي مفاوضات، لأني بعرف كمان أنه إدارة الجديد بتعرف قيمة سلام المهنية قدي كبيرة وقدي بيمتلك من مقومات وكمان من إمكانات كتير كبيرة، أنه ما راح تضحي فيه أو تخسره بهيدي السهولة. ولكن قلنا اللي قلناه اليوم منعاً للي عم بينكتب ومنعاً للتسريبات والتشويش يلي عم بيصير. كنت حابب سلام يكون معي لهو يقول رأيه، بعرفه هو صريح جداً وبقول الأمور مثل منا هي، وما يتعرض له الجديد من يمكن أزمات اليوم نفسها هي على بتتعرض لها شاشات أخرى. الجديد هو بعده ما تغير، يعني هيدا اللي بنعرفه، صورة الجديد بنعرفها هيك ما تغيرت، يعني ما كانت الجديد شاشة عند الفاريتي وعند البرامج الضخمة وعند البرامج وتراجعت بالوقت. هيدا شفناه عند قنوات أخرى لبنانية، هي اللي صغرت حجم الإنتاج وهي اللي تراجعت إنتاجيا. الجديد ما غيرت، الباقيين تغيروا. فلها السبب نحن من مصلحتنا إنه نساعد بعضنا بالجديد وبرات الجديد في أزمة اليوم عم بتمر فيها كل المحطات الإعلامية، مفروض نتعاون ونتكاتف مع بعضنا لتمرير هاي الأزمة، مش إنه نقعد مثل ما بيقولوا نكوز ببعضنا، لأنه منا من مصلحة حدا أبدا. بتمنى قريبا جدا نرجع نشوف سلام وفريق العمل اللي هني بتصور من أهم البرامج اليوم على شاشة الجديد، نرجع نشوفهم موجودين على هالشاشة، هني زملائنا وأحبائنا وبنحبهم.